تحبي تلفي لك لفه ما عندنا مش ايه كنت عم بتسجل عن جد مو عم تسجل هذا هو هذا انا قلت انا متوتره جمانة بتعني الفضه او اللؤلؤ صح مزبوط طيب قبل ما تطلع على الهوا شو عملتي شو عملتي انا عم بسالك شو عملتي بقرا قرآن إيه قبل ما أطلع على الهواء صراحة ضروري يعني تحب تلفي لك لفة ما عندنا مش كنت عم بتسجل جد مو عم تسجل هذا على الهواء هذا والله على الهواء أوكي وترني أنا قلت أنا متوترة عم بتوترني بزيادة ليه طب أنا على انستغرام كل الناس بتقول لي يا اخي اسالها هل المخلوقه شو بتعمل لحتى تحلى يا حبيبي والله مو انا هني عم شوف شو الموضوع شو في يمكن الزوج الصالح مثلا يمكن جيرها لعنب ما اكيد في اسباب يعني الحمد لله ما بعرف يمكن شو ما بعرف بس انا بقول انه الواحد لما هيك يكون من جوا كثير صافي ونقي الحمد لله يعني فيمكن بنعكس على وشه طب هالحبيب لما شافك أول مرة بالطيارة ما كان بيعرفك ممثل مزبوط ما كان بيعرفني ممثل بس قلك شغلي والله مصطفى أنا عمري ما حسيت حالي ممثلة يعني أنا بعشق التمثيل وقدام الكاميرا بتحول بصير وحدة تانية وبعيش القصة أنا دائماً بقول لهم إحنا ما بنمثل أنا ما بمثل أنا بعيش الحالة وبصدقها وبكون أنا هاي الشخصية أما إذا بدي أقول أنا عم بمثل فأنا عم كذب لا أنا بكون كتير صادقة قديش صعب انك تضلك على الارض وسط كل هالنجوميه والشهره كثير مهم جدا انه الواحد يكون عنده توازن وداخلي لانه الشهره مش شيء سهل الشهره شيء كثير مغري جدا فاذا انت ما كنت متوازن بتاخذك لمطارح كثير بعيده بس شايف أنا نظرات الحب يعني بعد سنين الزواج لسه الحمد لله still smiling still smiling أحلى شيء بعلاقتكم إنه هو زواج مع سبق الإصرار والتصميم والترسم نعم صح ولا لا من قبله صحيح مزبوط شو هالبرومو الحلو لا عن جد أنا استمتعت عن جد شكرا حبيته عن جد حلو